وظيفة النادل هي من أكثر المهن يلي بتتطلب جهد وبال طويل، وتعد أيضاً من الوظائف المتدنية الأجر بالنسبة لكثرة عبء العمل يلي بيتحمله النادل. ممكن يتعرض للإهانة وممكن يتعامل بطريقة فوقية من قبل زبون، وما بيقدر يحكي أي شيء لأن مبدأ المطاعم هو إنه زبون دايماً على حق. ولكن قدي تقريباً بيعطي زبون إكرامية للويتر أو ما يعرف بالتيبس؟ إذا طلعت فاتورتك لتساي 30 دولار، قدي بتطلب زيادة؟ 35 أقدر. والله يعني حسب اللي يبقى من الحساب، مثل نفرض حسابنا 950 عوف لمليون، بتحط 50 يعني؟ 50 100 تقريبا. يعني إذا تنقول فاتورتك طلعت مليون، 100 إذا 2 مليون 200 بلكي. بتفكري برقم معين تحطيه؟ لا، حسب الفاتورة قد هي، يعني إذا مليون 100,000 تقريبا، وحسب شو طالبة، حسب كمان أحيانا كمان كيف الويتر عم يتعامل، إذا منيح بيستاهل يمكن أعطيه أكثر كمان. 100,000 30,000 40,000 ما بترك أبدا. اللي بيرجع لي إياهم بشيل بترك له الفراتات وبشيل العادة. مش أقل من 500,000، حرام. بتركي هذا الموضوع؟ أنه 5 دولار بالنهاية ما إنه شيء. قد ما كانت قيمة الفاتورة؟ ما هو بتحسيه إنه ناطر هولي. يعني مثلا 40 دولار يبقى ممكن 5 دولار ممكن 2 دولار على حسب. 100,000 قد ما كانت قيمة الفاتورة؟ اي قد ما كانت قيمة الفاتورة، لأنه بالنهاية هو عميل بيقوم بواجبه ونحن عميل بندفع حق الأكل، الخدمة خدمة. شي 40. بالوضع اللي نحن فيه الواحد صار يحتار، إذا ترك مبلغ ممكن يكون قليل بس بنفس الوقت علي بيكون كتير إنه أترك أكثر من هيك. أنا بالعادة إنه قد ما كانت فاتورة بترك له 100-150,000 ماكسيموم بالوقت بعد الأزمة، يعني قبل كان أترك 10-20,000 سقفة. ولكن التيبس شو بيكون للويترز؟ هل هو نعمة أم ممكن يتحول لنقمة؟ إنه هم ما بننكسر أبداً. يعني أنا كنت أشتغل بمحل قبل كنا نمشي على فكرة الضريبة، هي إنه مثلاً كنا ندفع 4%، فهيدي 4% ما كانت كل يوم تمشي معنا مزبوط. يعني إذا الطاولة قد ما تكون فاتورتها شيء 30 دولار، ما تركت لك ولا 1000، مجبورة تدفع 4%. فأوقات كنت تفلي على بيتك الويتر بطل يعتمد على التبس تاعه، وقت 1005 كانت تزبط معنا، بس هلأ لا، لأن يعني بس ما يترك لك الزبون حتنكسره، وبس تنكسره فوق إنه معاشك حيكون أقل من التبس، لأنه كويتر بلبنان بيعتمد على التبس، حصير تدفعيهم، يعني حصير معاشك يقل كمان. 4% كان يدفع من قيمة الفاتورة، يعني مش من قيمة التبس أبدا، من الفاتورة. حتى لو ما ترك لك ولا 1000، 4% لازم تدفعيهم قد ما كانت الفاتورة. هلأ في سقف إنه بيوقف عليه، إنه مثلا إنه إذا على الفاتورة هالقد بتدفع أقل أو إنه هيك شيء، بس كمان نفس الشيء ما بتفرق، بكل الأحوال عم تدفع على الفاتورة. وقبل بس كان هذا السيستم اللي تشتغلي فيه، كنتوا تنزعجوا وتحكوا مع حدا انه ما فيكم؟ اكيد، يعني كان انه مثلا خفف لنا الضريبه او انه شيء، قلنا انه هذا سيستم المطعم، عرفت؟ انه يوم بيقول لك يوم بيعوض لك يوم، بس هو فعليا ما كان يوم يعوض يوم حسب. طيب انتوا بس تشتغلوا، بس اشتغلتي بهذا المطرح، مضيتي على الشروطات يعني هون شروطات المحل مضيتي عليهم او لا؟ هلا حسب، في مطاعم ايه وفي مطاعم لا. هلا انا المطعم اللي اشتغلت فيه قبل ايه خلينا امضي على كونترا، حتى هيدا المطعم خلينا نمضي على كونترا واتفقنا على كل شيء قبل، يعني نكون كثير واضحين قبل. بس الفكره انه كانوا هدول الشروطات موجودين؟ ايه هلا هن كانوا اوريدي بخبروك عنهم، بس لما تنزلي على ارض الواقع غير، لما تشوفي انه لا عن جد عم تنضري غير الحكي بصير، يعني بتفرق. هو مات اصلا اوريدي 9 ساعات، بس هونيك يعني انه كان في عجقه زياده ما كنت تفلي بـ9 ساعات. من بعد ما عرفنا انه في ضريبة بتنفرض على الويترز من قيمة كل فاتورة ومن قبل اصحاب المطاعم، الفضول المهني دفعنا للتأكد من الموضوع اكثر، فاضطرينا نفوت على المطعم بكاميرا ملفات السرية، ويلي بدورة وثقت حكي الويترز يلي من الطبيعي ما يحكوا عن مشكلتهم قدام الكاميرا، احسن ما يخسروا وظيفتهم. قد معاشك؟ 200 دولار. الدوام من كم ساعة بتشتغل يعني بالنهار؟ يعني تقريبا 12 ساعة.
بتطلع كتير؟ ما بعرف شو معنات كتير، بس انه منطلع غير اللي بيدفعون منه. قدرت تدفعني منه؟ يعني عكل طاولة عكل فاتورة 5% لازم ندفع. 5% شو من قيمة الفاتورة؟ 100%. طب وفي قانون هيك عندكم ولا لا؟ هيك بجبروكم اول ما تشتغلوا؟ يعني مثل ما انا بسمع كل المطاعم هيك بيعملوا، بياخذوا من الويترز 5% من قيمة الفاتورة. ما بعرف اذا هيدا قانون او بس هيدا متعارف عليه. الدوام يعني شي 12 ساعات؟ كل العالم بس يضل عنا شغل تسكير ضرايب. شو ضرايب طاولات؟ كيف يعني؟ انت لحظة، ما انا بعرف هن بياخذوا ضريبة من الويتر. ليه؟ اكيد كل المحلات. وانتو راضيين؟ انا كتير عم بسمعه. لا الويتر بيدفع ضريبة وتيبس دار. طب إذا أنا ما حطيت لك يعني إذا أنا ما حطيت لك أنت بتدفع من جيبك. أربعة ونص بالمية يعني على كل مليون بدنا ندفع 45,000. في ناس تترك ناس ما تترك، يعني هلا اللي بيترك أقل من 10% على الفاتورة أكيد هذا كسر يعني وأقل فاتورة كانت تجي 7 مليون وثمانية مليون، يتركوا 100,000 200,000. نحنا نسكج يعني بالنهار مثلا نطلع 500,000 700,000 مثلا، بس نكون دافعين ضريبة للمحل يعني بالأربع مليون 3 مليون، يعني حسب بده يكون في شغل. يعني محل ما أنا بالمطعم بشتغل معاشاتنا ماشي 200 دولار، 9 ساعات هيدا شغل، وكمان في بريك نص ساعة لناكل ومثلا ندفع حق الأكل، يعني عاملين ستاف مين ندفع حق الأكل، وحتى في على الفواتير تاكسات كمان، يعني مش إنه ما في ضريبة أو شيء، لا في تاكسات على الفواتير، بس مش إنه محددين قد إيه، يعني حسب يعني كل فاتورة إلى لا مش كل يعني في فواتير إلى تاكسات، قال لي في فواتير إلى تاكسات كبيرة حسب. إذن معاش الويتر حوالي 200 دولار، أما دوام العمل الفعلي فهو 8 ساعات وبمد حسب الشغل ليوصل ل 12 ساعة بالنهار ببعض الأحيان، هيدا غير الضريبة. السؤال يلي بيطرح نفسه بنفسه، هل العالم بتعرف انه في هيك ضريبة بتنفرض على الويترز؟ لا والله ما عندنا. عندكم في هيك؟ بالعراق لا ما عندنا هيك. ما عندكم سيستم بالعراق؟ اي ماكو والله ضريبة. بس مو اي مطعم. المطاعم يعني اكو مطاعم فخمة تفرض ضريبة، لان الويتر احتمال تطلع يومته شي فد 50 دولار 60 دولار. بتعرفي انه في مطاعم بلبنان بتفرض ضريبة على الويتر؟ لا ما كان بعرف. اذا انت ما دفعتيها بيدفع الويتر من جيبته، معقولة انت شي مرة تحطي 5% من قيمة الفاتورة؟ لا ما كنت بعرفها اصلا. عادة بتحسبي انه لازم تحطي 5% من قيمة الفاتورة؟ لا لا صراحة اول مرة بعرف، يعني شيء جديد كتير علي. انا كنت اشتغل بمطاعم هيك. ايه هذا كانوا ياخذوا منك 5%. وكنت انكسر يمرق حدا معي؟ اكيد اكيد امرق ادفع من جيبتي انا، بس بدك تكفي، المهم بدك تكفي شغلك يعني. طب انت عندك فكرة انه في مطاعم بلبنان تفرض ضريبة على الويتر؟ يعني مثلا 5% من قيمة الفاتورة، اذا انت تركت الفراطات ما بتكوني تركتي له اللي لازم ياخذهم. يعني لازم احط له اكثر من هيك؟ انت كان معك خبر بهذا الموضوع؟ ما كان معي خبر. لا لو معي خبر كنت حطيت اكثر اكيد. هلا انا بعطيهن بجيبته، يعني ما بتركهم تبسي جمعون بجيبته، لانه بعرف في شيء بيصير بعدين، لانه
مثل بياخذوا لهم هن او شيء، انا بعطيهم بجيبته. كنت سامعه انه بفكره هيدا الرقم؟ لا، بهيدا انه بياخذوا ضريبه؟ لا ابدا، حرام. اف دوماج. ليه؟ من عشان التبس؟ لا، دي معلومه جديده انا اكتشفها بقى. عندكم في هيك شيء؟ لا. 5% من قيمة الفاتورة انه هو بده يدفعها؟ لا هيدي ما بعرف، هيدي جديدة. هيدا الشيء منه منطقي. منه منطقي، والمفروض هو ما يسمح بهالشيء، إذا سمح بهالشيء بكون الحق عليه هو. أكيد. شو بتعرف عنه؟ مطعم 10%، مطعم 15%، مطعم 25%، حسب يعني كيف متفقين أنا وياه. هلا أنا بعرف مرة شاب صاحبي بيشتغل بي قال لي 10% من قيمة الفاتورة بدو يكونوا دافعينها هني، مش 5. هل يلي عم يصير هو مخالف لقانون العمل؟ موضوع الإكرامية هي مفترض للي عم يخدم على الطاولة، يعني بمنطق وصاير في شيء متعارف عليه كأنه 10%. بس هيدا المنطق المتعارف عليه مش دايما بصير. في ناس اوقات ما بتحط اكرامية وهيدا ما شي بيلزمها، في ناس هي بتحط اكرامية. هون في شغلتين خطرين عم بصيروا للأسف ومؤذيين. الموضوع الاول انه في ناس عم تفرض على هو الشباب اللي عم يشتغلوا على الطاولة انه يدفعوا مبلغ معين مقطوع عن الطاولة سواء اخدوا اكرامية ولا لا. هيدا شي كثير خطر، هيدا مخالف لقانون العمل، واصلا هيدا بيقدر يضل بالشغل ويمتنع عن دفعهم ويحاكموا لصاحب العمل تحت قاعدة انه عم بيدفعوا مثل خوة، هيدي حتى مش ضريبة، عم يدفعوا خوة. هيدا بالدرجة الأولى، فإذا هيدي مخالفة لقانون العمل. هلأ طبعا أوقات في حدا بيروح يتوظف نتيجة حاجته، بيقولوا له بدك تتوظف بدك تمضي على هالشغل. هيدي الشروط حتى لو مضى عليها مخالفة للقانون العام ومخالفة لقانون العمل فيه ما يلزم فيها. بس شو بصير؟ انه عم يطردوا من العمل اوقات اذا بعد ما مضى. طبعا هيدا بيشكل حالة اسمها الصرف التعسفي. هل هناك ضريبة شرعية بتنفرض عن نادل؟ ما بينشال من راتبه الا الضريبة اللي بتكون بتندفع، الضريبة إذا في ضريبة فقط لا غير، في جزء من الضريبة يندفع، غير هيك ما بيتدفع شيء. الضريبة هي شو؟ الضريبة اللي بتندفع لوزارة المالية، مش الضريبة اللي بتندفع للضمان، لأنه هيدي من الضمان حكما عم يقتطعها صاحب العمل وبيدفعها عن الموظف، بس هي من ماله. وفي ضريبة بتندفع مالية بس هي نسبتها قليلة ومحددة. أي شيء بيخالفها أبداً أبداً. ما في شيء اسمه بقانون العمل، خصوصاً هو الشباب اللي بيشتغلوا بالمطاعم، ما في شيء اسمه مرتبط بقدي بيطلع على فاتورة الطاولة أبداً. في شيء محدد بالضمان، في شيء محدد، وبالمالية في شيء محدد، وهول يقتطعوا أصلاً من مراتبه. يعني وقت اللي بيسلموا راتبه بيكون مقتطع منه، ما بيقدر يدفعوا شيء زيادة، وأي شيء زيادة بده يدفعه إياه هو مسؤول عنه صاحب العمل، وطبعا غير مرتبط بفاتورة الطاولة، لأنه مين بيقدر يراقب فاتورة الطاولة؟ لذلك في شيء محدد بالضمان نسبة الرسم وبالمالية نسبة الرسم. يلي عم يصير هو مخالف لقانون العمل، والضريبة الوحيدة يلي تقتطع من معاش النادل هي فقط للضمان أو المالية، وبنسبة جدا قليلة، أي بين 2-3%. لنرجع شوي بالزمن لورا، أي قبل الأزمة المالية يلي عم نمرق فيها. بوقتها كان المعترف فيه بموضوع التيبس مثل بلاد برا، انه لازم التيبس يكون 10% من قيمة الفاتورة. هلأ كيف الوضع بعد الأزمة؟ تغير كبرسنتج مش كرقم، يعني تغير البرسنتج. كان قبل 10% على الفاتورة أيام 2005 كانت شغلة أفوردبل مما كان قادر يحطها. هلأ منا لوجيكال، يعني إذا حدا فاتورته وصلة 9 مليون، لتسي 10 مليون، منا لوجيكال يحط منا مليون ليرة تيبس، يعني منه رقم بينحط. فخف البرسنتج على التيبس كتير. هيدا بطل تزبط هيدي الرول هلا، يعني هن نحن الرولز بنحط عادة لتسهل الشغل، ما فيها تكون الرولز هي عم تصعب الشغل على الموظف. يعني ما انه لوجيكال انه انا عم باخذ، كون عم باخذ، في مطاعم بتاخذ 4%، في مطاعم بتاخذ 5%. قبل كانت تمشي لانه كانت ال 10% قادر يجيبها على كل طاوله الويتر. هلا ال 10% ما قادر يجيبها، فبيضطر احيانا كثير انه هو يحط من جيبته.
فمنا ابدا لوجيكال انه ياخذ 5 ناخذ 5% بعد من الويتر. واذا بحال نحط كل شيء تيبس بصندوق وتوزع اخر الليل على الكل، كيف بيتوزع؟ بالتساوي؟ بتتوزع الشفيه على المطبخ كله اكيد، على البار، على الباريستا، على الباريستا، على ستيوارد، على هاوس كيبينج، على هول كلهم يعني بتتوزع. فاكيد يعني نحن مثلا بالشهر كله نعمل 150 دولار او 200 دولار هو تيبس مثلا، بينما مثلا مدير يعني 100 مليون بيطلب تقريبا هلا بالألف دولار. ولكن ما هو الرأي القانوني حول توزيع التيبس بهالطريقة؟ انه هيدا التيبس لا، بحطوه بصندوق عام وبيوزعوه على كل اللي بيشتغلوا بالمطعم، بس كمان هون عم بيوزعوه بلا عدالة، انه اللي بيجي بيشتغل على الطاولة وبيخدم الناس اللي على الطاولة لمدة طويلة، إذا هو صفته بس نادل منه مدير صالة منه ما بعرف شو، بياخد نسبة أقل علما هو اللي بيكون عم يشتغل أكتر. هلأ هون كمان هيدي إذا بدك مخالفة للقانون وقانون العمل، قانون الموجبات والعقود، يعني كل هيدا الموضوع. بالأصول الإكرامية هي للناس اللي قدمت الخدمة مباشرة على الطاولة، تستحق لقلون وبتتوزع بالتساوي بين اللي خدموا الطاولة. وإذا بدهم يعطوا مدير الصالة كونه هو موجود بقلب المطعم بس ولكن مش بعلاقة مباشرة، طبعا بيتحدد له ممكن نسبة، لأنه كمان هو عم بيقوم بعمل مهني يمكن أكبر منهم، ما فينا نمنعه من الإكرامية، بس طبعا ما بياخد أكتر منهم، بالعكس هو لازم ياخد أقل منهم، لسبب لأنه هو لح يطلع له من كل الطاولات هني لح يطلع لهم من طاولة واحدة. على من تقع المسؤولية هون؟ أنا برأيي المسؤولية هي متعددة. الأخير في دولة لازم هي اللي تحكم العلاقات بقلب المجتمع وتحط قوانين ملزمة. أول شغلة نحن ما في قوانين، وإذا كان في قوانين فهي غير ملزمة، ما حدا عم بيطبق. واحد. اثنين، طبعا مسؤولية على أصحاب هذه المطاعم أو على النقابات اللي موجودة اللي ما عم تعطي الناس حق. ثلاثة، نقابات العمال وينها من حماية؟ نحن أين نقابات العمال اللي تحمي الناس؟ ما موجودة. فإذا المسؤولية على هولي رايحة على مين؟ رايحة على الإنسان اللي مضطر يقبل بكل شروط من أجل أن يعيش. تواصلنا مع نقيب أصحاب المطاعم طون الرامي لناخد رأيه بالموضوع، بس ما كان في أي تجاوب. السياحة بلبنان بوجود المغتربين مزدهرة، المؤسسات السياحية عم تحقق أرباح ضخمة، والفاتورة السياحية بلبنان رجعت لوضعها الطبيعي وضمن الفواتير الأعلى بالعالم. ومش مقبول بالمحلات يكون كل شي غالي إلا معاشات الموظفين، مصرين تكون متدنية لأن أصحاب المؤسسات مبسوطين أنه يضلوا اللبنانية يد عاملة رخيصة. بالنهاية نحن مش ضد هالقطاع، بس هل من المعقول أصحاب المطاعم تحقق كل هالأرباح على حساب الموظف الضعيف؟